العالم كله واقف مذهول قدام مشاهد كتير في الحرب العالمية على غزة. في صور ولقطات العقل البشري الغربي المحدود ما يستوعبهاش. المجتمعات اللي ما عندهاش في عقيدتها مصطلح الحمد لله وحسبي الله ونعم الوكيل مش هتفهم لقطة خروج شاب فلسطيني من تحت الأنقاض هو بيرفع علامة النصر. مش هيلقط قيمة التمسك الفلسطيني بأرضه رغم 75 سنة من القمع والإرهاب الصهيوني. علامة النصر محيرة الصهاينة. إزاي أسير بيرفع إيده بعلامة النصر وهو متكتف ومتغمي؟ الصهاينة وديولهم مذعورين من علامة النصر الفلسطينية لدرجة إنهم هددوا الأسرى المفرج عنهم باعتقالهم تاني لو رفعوا علامة النصر. وفي الحرب الدايرة اعتقلوا شاب في القدس كانت تهمته انه رفع علامة النصر في وش جنود الاحتلال. مش عايزين يفهموا ان الفلسطيني كائن خرافي ما عندوش باسبور تاني يهرب بيه من وطن مسروق ومصطنع لما يحس بالخطر زي ما الصهاينة بيهربوا دلوقتي من ارض الميعاد بتذكرة ذهاب بدون عودة. مش قادرين يدركوا ان الام الفلسطينية بتربي ابنها على ان مقاومته انتصار وان استشهاده فدا الوطن تكريم، ان الفلسطينيه القويه الابيه اكبر من كسرها بانتهاك ولا بالضغط، وانها بتورث القيم بتاعتها وقوتها لاولادها واحفادها جيل ورا جيل. علامه النصر عامله ذعر للصهاينه، واكبر دليل شهاده المستشرق الاسرائيلي مردخاي كيدار لما اتكلم عن سر قوة وصبر المقاومة الفلسطينية. بيقول انه الفلسطينيين اللي عندهم كونسبت او مفهوم الصبر لو اتبقى منهم مقاتل واحد هيرفع علامة النصر فوق انقاض اي مسجد ويعلن انتصاره، لان ولاده واحفاده هيكملوا مسيرته من بعده، وان الفلسطيني عايش بمعايير وافكار مختلفة عن المجتمع الإسرائيلي اللي عايش جوه فقاعة.